الاسم حسين عبد الواحد خميس، أعمل مشرف خدمات الزبائن لدى شركة الوكالات العالمية المحدودة إنتركول. لدي من الخبرة 10 سنوات. حصلت على دورات تدريبية عن طريق قسم التدريب بالتعاون مع وزارة العمل، فادتني كثيرا في صقل المهارات العملية وكذلك تحقيق التميز في فن خدمة العملاء. طبعا من أهم طموحاتي أن أكمل دراستي الأكاديمية، ولله الحمد حصلت على درجة البكالوريوس، وطموحاتي الأخرى أن أصل إلى أعلى درجات في العمل، وإن شاء الله يتحقق. من أصعب التحديات التي واجهتني هي التنسيق بين وقت العمل ووقت الدراسة والأسرة، ولله الحمد تم التغلب عليها بالصبر والاجتهاد ومساعدة الأهل. نصيحتي للآخرين، يجب أن تكون لديهم نظرة إيجابية في الحياة ومستقبلية، وأن يجعلوا هدف لحياتهم مع إدارة للوقت والاجتهاد راح يصلون إلى أعلى المراتب. هناك 3 احتياجات أساسية، أولها إعطاء أو برامج تدريبية متخصصة في العمل، ثانيا الاهتمام بالتعليم، وثالثا الاستفادة من البرامج التي توفرها وزارة العمل للمؤسسات.